نجحت البعثة الأثرية المصرية العاملة بجبانة جرزة بالفيوم في الكشف عن مبنى جنائزي ضخم من العصرين البطلمي والروماني. كما نجحت البعثة في الكشف عن عدد من النماذج من وجوه الفيوم، وذلك أثناء موسم الحفائر العاشر للبعثة خلال الشهر الجاري. والمبنى المكتشف عبارة عن مبنى ضخم مبني على طراز البيوت الجنائزية، وهو ذو أرضية جيرية ملونة، وتتقدمه من الناحية الجنوبية سقيفة أعمدة عثر بداخلها على بقايا أربعة أعمدة، كما يؤدي المبنى إلى شارع ضيق خاص به.